انا بحكي بس اللي ايه الكواليس الكواليس. طب هو موسيماني صاحبي؟ يعني ايه موسيماني صاحبي؟ مدير فني مميز يا عم، معاك انت مش معايا انا. لا مع كل الناس حبيبي. طب مع كل المنطق. الناس تقدم له تقول له هو مش صاحبي اصلا. طبعا هو الراجل خلي بالك هو المدير الفني للنادي الاهلي، فعيد ميلاده ده حدث ليه ان شاء الله؟ لانه مدير فني عمل يعني قرب للي عمله مانويل جوزيه. طب ايه المطلوب؟ انا بسالك سؤال عادي، عايز تجاوب عليه جاوب عليه. طب ما انا بجاوب، هو مش صعب. ما تقابلنا ليه بس تحت البيت وحلمت عشان ما عنديش شاي وسكر عشان اداء النهارده النادي الاهلي كان عاجبك؟ لا، الشوط الاولاني كان كويس. اه اول ما بتخش العبقريه في التغييرات الماتش بيتقلب. ده مين احتفال ده؟ ال هابي بيرث داي. ده كان ايه الموقع الرسمي من الاهلي دوت صح؟ ماشي، خلينا بقى في موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه. راجل طيب على فكره وراجل ظريف يعني. يا عم ماشي، وعامل نتائج كويسه زي الفل. حد قال لك حاجه؟ طيب كسبان النهارده اسوان 3-1، وكان هيتعادل بتغييراته الجهنميه العبقريه اللي هي بتقلب الماتش ضده. ليه تغييراته؟ ليه؟ ايه اللي اعترض؟ طب خلينا نبدا بالتشكيل، التشكيل اللي بدا بيه. ما انا قلت لك زي الفل. اه لغايه ما هو بيضيف بقى لمسته. ايه لمسته؟ التغييرات. مش مفروض ان انت لما وانت كسبان 2-0 وتيجي تغير الدنيا بتختلف والنتيجه بتزيد زي ماتش البنك الاهلي كده؟ اما غير والدنيا اتقلبت وتعادل زي الماتش اللي فات بتاع الانتاج الحربي، وزي ماتش النهارده كسبان 2-0 والفرقه ماشيه كويس قوي واسوان بتجاهد ان هي توصل لل 18 بتاع النادي الاهلي. اول ما غير اختلف، اسوان هدفت وكان هتضيف الهدف الثاني لولا علي لطفي وتوفيقه. في كره اسوان فرصه، ما هي دي انفراد. لا لا، في واحد تانية كان مهاجم اسوان مش فاكر مين. اللي شاطها فوق. اه شاطها فوق. اللي شاطها فوق احمد الالفي. ده دي قبل التعادل. قبل التعادل. قبل ما قبل هدف اسوان. اه. وبعد كده بعد الهدف الراجل اللي هو رقص في ال 18 من بره ال 18 ودخل 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 وبقى هو وعلي لطفي وحطها. عشان بس الناس اللي بتقول الشناوي، اه الشناوي حارس كبير وهو اللي وصلنا امبارح وهو سبب من اسباب وصولك. طب وعلي لطفي ده ايه؟ وعلي لطفي شايلك الماتش اللي هو بتاع الانتاج الماتش اللي فات، في واحده الفرود الافريقي حاططها محدش اتكلم عليها. هو ناس مين اللي بتتكلم على علي لطفي؟ كله اللي على السوشيال ميديا، كله محللين وبتاع، ويقول لك لا الشناوي يرجع. ماشي، ما الشناوي. طيب هو انت حضرتك لما تلاقي المسؤولين في النادي الاهلي مثلا مش عايزين يلعبوا ماتش وادي دجله غير لما الشناوي يرجع، ليه يعني؟ ما هو كده. ما الشناوي برضو يعني في الفتره اللي فاتت ما هو مشايل النادي الاهلي ماتش بيراميدز وماتش المحله وماتش سموحه، وعلي لطفي ماشي كويس. هو حد بيروح على النادي الاهلي؟ ما حدش بيروح على النادي الاهلي الا بتغييرات موسيماني. يعني المفروض ان النادي الاهلي يقول له كده ما تغيرش عشان ما فيش فرقه تروح لنا، هو يغير من هنا والدنيا بتتقلب عليه.